زيارة رئيس تاتارستان لمقر البنك الإسلامي للتنمية. قام فخامة السيد رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تاتارستان يوم الأربعاء 8 فبراير 2017 والوفد المرافق له بزيارة لمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة، وكان في استقبالهم معالي الدكتور بدر محمد حمزة حجار رئيس مجموعة البنك ونواب رئيس البنك والرؤساء التنفيذيون للمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك. وأكد رئيس جمهورية تاتارستان اهتمام القطاع المصرفي والبنوك في الاتحاد الروسي بشكل عام وفي بلاده تاتارستان على وجه الخصوص بالخدمات المصرفية الإسلامية وإمكانية الاستفادة من تطبيقاتها في الاتحاد الروسي. كما أكد أن الجميع في روسيا الاتحادية وليس المسلمين فقط يتوقون للتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للتعرف على التمويل الإسلامي، وأن بلاده ترغب في التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية لتدريب عدد من المختصين في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية. وأشار الرئيس رستم بالتنسيق ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها العام الماضي في مدينة قازان عاصمة تاتارستان بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والبنك المركزي الروسي وثلاثة بنوك من أكبر البنوك الروسية بهدف تبادل الخبرات والتدريب على خدمات التمويل الإسلامي وتنمية القطاع الخاص وتعبئة الموارد وتعزيز الاستثمار في روسيا الاتحادية، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لا سيما مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. من جانبه رحب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية برغبة تاتارستان في تطوير تعاونها مع مجموعة البنك وتبادل الخبرات والأبحاث، خاصة الأبحاث التي يصدرها المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك. كما رحب برغبة تاتارستان في الاستفادة من أساليب التمويل الإسلامي. جدير بالذكر أن جمهورية تاتارستان تتبع الاتحاد الروسي المكون من 21 جمهورية من ضمنها تاتارستان، وفي إطار اهتمامه بتعزيز تنمية المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء بالبنك ساهم البنك الإسلامي للتنمية حتى تاريخه في 29 مشروعا تعليميا وصحيا في مختلف جمهوريات الاتحاد الروسي، وذلك بتقديم منح لتلك المشاريع بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.5 ملايين دولار أمريكي. مع تحيات مكتب الاتصال والإعلام، البنك الإسلامي للتنمية.